إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. سبحانك ربنا ما شئت كان، سبحانك ربنا ما لم تشأ لم يكن، سبحانك ربنا نعلم أنك على كل شيء قدير، وأنك قد أحط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه إنه على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرجنا الله عز وجل به من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة وعدالة الإسلام. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في العقيدة الإسلامية. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعل جمعنا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. الإخوة الأحباب، تحدثنا في آخر درس لنا في دروسنا في العقيدة الإسلامية عن أشارات الساعة الصغرى، واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ الحديث عن علامات الساعة الكبرى. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 علامات تسمى بعلامات الساعة الكبرى، سنذكرها يعني واحدة تلو الأخرى للتفصيل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة الغفاري قال: اطلع علينا النبي ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ يعني فيما تتحدثون؟ فقالوا: يا رسول الله، نذكر الساعة، نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات كما قلنا هي العلامات الكبرى للساعة، ذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى آخر هذه الأمور. كما قلنا سنتحدث يعني في يعني عن كل واحدة من هذه العلامات بما ورد فيها من كتاب الله سبحانه وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الفتنة الكبرى أو العلامة الكبرى من علامات الساعة، اللي هي العلامات الكبرى، اللي هي فتنة الدجال، المسيح الدجال عليه لعنة الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الدجال في أحاديث كثيرة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فتنة الدجال أنها أكبر فتنة تأتي على الناس منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى قيامة الساعة. تخيل، يعني من عهد سيدنا آدم عليه السلام إلى أن تقوم القيامة أكبر فتنة مرت على الناس هي فتنة المسيح الدجال. يعني بقى لا تتحدث عن فتنة لا سوريا ولا فتنة فلسطين ولا فتنة التتار ولا فتنة الصليبيين ولا الفتن اللي حدثت ولا مثلا غرق الناس على عهد سيدنا نوح عليه السلام. يعني أكبر فتنة وأعظم فتنة تظهر على الأرض منذ هبوط آدم إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة هي فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يعني ليس هناك أمر من ساعة أن يخلق الله، من ساعة أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك أمر أكبر من الإيه، من الدجال. يعني أكبر فتنة كما قلنا هي فتنة الإيه، فتنة المسيح الدجال. ومن أجل هذا، من أجل هذه الفتنة الكبرى، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. ما فيش نبي من الأنبياء بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وتحدث مع قومه عن الإيه، عن المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح. إذن كما قلنا أن فتنة الدجال هي أكبر فتنة تأتي على الناس منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم القيامة. وقلنا أيضا بأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحدث قومه عن الدجال حتى يحذروه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يخرج الدجال يدعي الإيمان والصلاح، يدعي أنه مؤمن وصالح، ويدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. يعني الأول يعني يظهر للناس بثوب الولي، ثم بعد ذلك يعني يزيد في 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 درجة الادعاء فيدعي النبوة، أنه نبي ورسول. ومعروف لدى أن معروف من عقيدتنا، عقيدة المسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الإيه، خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الإيه، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. خاتم النبيين، ها خلاص انتهى الأمر. لأن احنا بنسمع بين آونة أخرى أن هناك إنسان مثلا في الهند يدعي النبوة، إنسان ما عرفش فين في الصين يدعي النبوة، وفتن كثيرة. يعني ده عالم و و و و ومليء بالتيارات الفكرية، ومليء بالأمور الإلحادية. أنا بنسمع مثلا بين أوقات أخرى عن طائفة القاديانية أو البهائية، كلها طوائف. في واحد مثلا من رئيسها يدعي النبوة، وأحيانا يدعي الألوهية لما يجد أن أتباعه كثيرون، فخلاص يعني يصدق نفسه، فبدل ما يقف عند درجة النبوة خلاص يصبح يقول لك لا ده أنا إيه، أنا إله، وهكذا. وأحيانا نسمع عن بعض زعماء العرب يدعي الألوهية، وحتى هيقول له أنت تدعي الألوهية لماذا؟ لا يعني ما بحال فرعون قال: ما علمت لكم من إله إيه، من إله غيري. مفيش حد حالي، مفيش حد اسمه إله، أنا الإيه، أنا اللي ما علمت لكم من إله إيه، من إله غيري. هكذا سبحان الله. وناس يعني لما يجدوا أن الناس التفوا من حولهم فيدعون هذه، يدعون هذا الأمر. المسيح الدجال يدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي الألوهية، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية، ويبتلى به الناس لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخوارق. الخوارق اللي هي الأمور الخارقة للعادة. يعني يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما،
فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة. هذا الحديث أخرجه البزار بسند جيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن المسيح يعني يطوف كل الأرض ما عدا أماكن معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وسنبينها من بعد لا يستطيع المسيح الدجال أن يدخلها. لكن يقول صلى الله عليه وسلم أنه سيطوف كل الأرض في 40 يوما. ومن ناحية الأوصاف من ناحية أوصاف المسيح الدجال يعني أوصافه الخلقية أوصافه الجسدية والبدنية ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح يسمى بحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداء يعني في ذات الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جلوسه مع الصحابة تحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه يعني الدجال الضمير في كلمة إنه عائد على المسيح الدجال عليه لعنة الله قال إنه أي الدجال شاب قطط قطط يعني الإنسان اللي هو جعد الشعر يعني شعره كده إيه في فيه جاء مش ناعم سايب لا فيه يعني فيه نعم عينه طافئة إحدى عين يعني في لا يرى بإحدى عينيه كأني والرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن لو واحد كان يعرفه الناس شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال به حتى يعرف الناس خلقته وصورته. يقول صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يعني ما بين الشام والعراق ده موطن خروج للدجال. يقول ثم يعيش في ناحية اليمين يعيش فسادا يعني يمينا ويعيش فسادا يسارا. ويقول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا. فالصحابة بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقولون له يا رسول الله وما لبثوا في الأرض يعني كم سيمكث في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما 40 يوما. لكن هذه الأيام 40 التي سيمكثها الدجال في الأرض ليست يعني كحال الأيام التي نعيشها. قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما يوم كسنة فيه يوم حيكون طويل كالسنة تخيل يعني يوم كأنه 365 يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم آخر من أيام الدجال حيكون كشهر يعني 30 يوم ويوم كجمعة يعني يوم كأسبوع 7 أيام وسائر أيامه كأيامكم يبقى فيه 37 يوم أيام عادية مثل الأيام التي نعيشها وثلاثة أيام يعني طويلة المدة الزمنية يوم يعني يكون طوله الزمني مثل الأسبوع ويوم طوله الزمني كالشهر ويوم كالسنة. قلنا يا رسول الله الصحابة يعني صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يومي يعني سبحان الله شوف الصحابة طرق يعني شوف رغم من الفتنة وفتنة أكبر من كما قلنا أكبر فتنة تظهر على الأرض ومع ذلك الصحابة بيسألوا عن عن الصلاة يعني طرق كل الأمور وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة يقولوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم. قال لا اقدروا له قدره اقدروا له قدره يعني ما اليوم اللي هو طويل كالسنة هذا كيف تصلي فيه 5 صلوات ما يمكنش. طب كيف سنعمل؟ يبقى نعمل عملية تقدير. معروف مثلا ان بين العصر والظهر ربما المدة الزمنية لا تتعدى 3 ساعات يبقى مثلا بعد 3 ساعات من صلاة الظهر نصلي نصلي العصر. ومعروف مثلا المدة الزمنية ما بين العصر والمغرب لا تتجاوز مثلا يعني ربما أيضا 3 ساعات ربما تكون أقل بكثير لكن لا تتجاوز مثلا 3 ساعات يبقى من بعدها كذا نصلي صلاة المغرب. معروف مثلا أن المدة الزمنية بين المغرب والعشاء في الدول المعتدلة من الناحية من ناحية الزمن ومن ناحية الطقس إلى آخره لا تتعدى 1.5 ساعة ممكن في المغرب في, 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 في دول الخليج في مصر صلاة العشاء لا تتعدى عن صلاة المغرب بساعة 1.5 ساعة. هنا في إيطاليا ممكن تلاقي مثلا بين المغرب والعشاء
في 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 في, في فترات ما يعني أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات، لا سيما في الإيه في الصيف مثلا، تجد صلاة العشاء على الساعة 12 ليلا ولا الساعة 11:30. فكثير من المساجد بتعمل على أنها تصلي، ومنها مسجدنا نحن مسجد رناتي بيقومون بصلاة العشاء بعد صلاة المغرب بساعة وإيه بساعة ونصف. استندوا بقى على هذا الحديث، أنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقدروا له إيه قدره. يعني مثلا لما نكون في دولة ما، وهذه الدولة التوقيت الزمني فيها مختلف عن التوقيت الزمني للبلدان الإسلامية المعتدل فيها عملية الزمن، بهذه الدول يعني من الممكن تقضي القدر للصلوات. طب ما ده احنا في إيطاليا يعني الأمر سهل، ده في الدول الإسكندنافية مثلا الدنمارك والنرويج وفنلندا وهذه الدول مشكلة فيها عملية الليل وعملية النهار، ممكن تلاقي النهار نهار 6 شهور متواصل والليل 6 شهور متواصلة. طب كيف سيصلون، كيف سيصومون؟ يبقى بعملية التقدير. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له أقدر له قدره. يبقى عملية عملية تقديرية بين المغرب والعشاء، معروف مثلا فيه مدة زمنية بين العصر والظهر، بين العشاء وصلاة الصبح وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بيسألوه وما إسرعوا في الأرض، يعني بيسألوا عن السرعة اللي هي بقى السرعة الزمنية، يعني كيف إن هو سيستطيع أن يمر على الأرض في 40 يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم بيسألوه قلنا يا رسول الله وما إسرعوا في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. كالغيث استدبرته الريح، يعني في حاجة في علم الفيزياء اسمها سرعة الايه سرعة الرياح. شوف السرعة بتاعت الرياح، وفي طبعا سرعة الضوء وسرعة الصوت الآخر، يعني بيسير بسرعة بسرعة رهيبة. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يقول للسماء أمطري المطر ينزل من السماء، ويأمر الأرض فتنبت، الأرض أخرج زرعك يخرج ليه يخرج الزرع. يعني ده ما احنا قلنا ده أمور خارقة ليه أمور خارقة للعادة. كيف ما النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية حدثنا حتى لا يتعجب الإنسان من هذه الأمور، قال بأن أكبر فتنة تمر على الناس هي فتنة ليه فتنة الدجال. فهذه من الفتن، تشاهد واحد أمامك بيقول للسماء أمطري ينزل المطر، للأرض أنبتي يخرج ليه يخرج النبات، وزي ما انت كما تريد يقول لها اخرجي زيتون تخرج زيتون، اخرجي هنا تخرج هنا، اخرجي رمان تخرج رمان. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني جعله ابتلاء وجعله وجعله فتن. فيقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصر. يعني الناس الذين سيؤمنون به، الناس لما يقولون يقول هؤلاء الناس آمنوا به فيؤمنون به على أنه نبي ولا حتى على أنه إله، يجعل السماء تمطر عليهم والأرض تنبت النبات وضروع الماشية يكثر فيها اللبن. يعني في إيه في كثرة الأموال وكثرة الفيوضات وتكسر الخيرات، خيرات ظاهرة. ده بالنسبة للفئة التي آمنت به. قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يدعوهم لأن يؤمنوا به فيردون عليه قوله، يعني يكذبوه، يقول لك لا أنت كذاب، أنت المسيح الدجال، من خلال الأوصاف التي يرونها عليه والتي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون عليه القول ويعرفون كذبه ويعرفون ادعاءه. فيقول صلى الله عليه وسلم فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ممحلين يعني يصبحون فقراء، ما فيش لا مطر ولا نبات
والأرض تجدب والسماء تمسك عن الايه؟ تمسك عن المطر. طب بالله عليك أليس تهزيم من أعظم الفتن؟ يعني يقول لنا لأناس آمنوا به فيؤمنوا به فالأرض تنبت والسماء تمطر والمواشي يبقى فيها اللبن وتكثر الخيرات في المكان الذي آمن فيه الناس بالمسيح الدجال، والسماء تمسك عن الماء والأرض تمسك عن النبات في المكان الذي لم يؤمن فيه الناس بالدجال. قال عليه الصلاة والسلام ويمر بالخربة، مكان الخرب يعني، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها. لما يقول لها أخرجي الكنوز يطلع من هذا المكان بقى الذهب والفضة والفوسفات والحديد والأورانيوم، كل المعادن اللي هي مخبوءة في الأرض تخرج معني إيه؟ تخرج بقوله أخرجي كنوزك. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، بقى فتنة أخرى، يدعو واحد من الشباب يعني ممتلئ بالشباب والقوة والحيوية، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين. يعني يقطعه جزلتين يعني يقطعه قطعتين، هذا اللي هو الشاب الممتلئ بالقوة والنضارة والحيوية يقطعه المسيح الدجال جزلتين يعني قطعتين. تخيل واحد قطع قطعتين، ده حيموت ولا حيظل على قيد الحياة؟ خلاص ده مات. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يدعوه فيقبل، يدعوه يقول له تعالى، فهذا الشاب اللي هو ميت يقبل عليه، يحييه الله سبحانه وتعالى ويقبل على الدجال، ويتهلل وجهه ويضحك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، في هذا الوقت ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، لأن احنا كما ذكرنا قبل ذلك في الدرس السابق أن هناك ثلاثة أمور مرتبطة ببعضها، المهد المنتظر والمسيح الدجال ونزول عيسى إيه؟ ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. ففي هذا الوقت يقول صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هينزل فين؟ في دمشق في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن أهلها. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، لأن المسيح عيسى عليه السلام عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى إيه؟ إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه؟ ولكن شبه لهم. ما فيش حاجة اسمها عندنا أن المسيح قتل أو صلب إلى آخر هذه الأمور اللي هي عقيدة الإيه؟ عقيدة النصارى، وإنما عندنا أن المسيح عليه السلام ما زال حيا وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى إيه؟ بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ففي هذا الوقت ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بإرادة الله عز وجل، كما قلنا ينزل في دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. باب لد ده مكان معروف في الشام، في هذا المكان يدرك عيسى بن مريم عليه السلام المسيح الدجال ويقتله في هذا الايه؟ في هذا المكان. ثم ياتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا هو حديث صحيح رواه الامام مسلم، بيتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اوصاف الدجال وعن الفتن التي تكون مع الدجال، كيف أن الناس الذين آمنوا به يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، ضروع المشاة تكون ممتلئة، كيف أن أناس آخرين لم يؤمنوا به يصبحوا ممحلين يعني فقراء، السماء أمسكت عن مائها، الأرض أمسكت عن إنبات النبات، كيف يعني يأتي بشاب ويقطع قطعتين ثم يأمر به فيأتي إليه، يعني ويمر على المكان الخرب، مكان خراب، يعني أنت يعني من كثرة يعني الخراب الذي فيه لا تريد حتى أن تنظر إليه،
ومع ذلك ربما يكون هذا المكان ممتلئ بالكنوز من مرور تحته ذهب وفضة وبترول ومعادن إلى آخر هذه الأمور التي نعلمها في بطن الأرض. يقول لهذا المكان خرب أخرج كنوزك فتخرج للكنوز. كل هذا على سبيل الفتن، حتى إن المؤمن الذي عصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في فتنة الدجال من خلال معرفته بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال معرفته بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور يعرف أنها فتن وأنها ابتلاءات وأن هذا كذب وإدعاء وأن هذا هو المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني أنا أعلم بأمور الدجال من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، أحد النهرين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، ومعه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهر فيه أنت تراه رأي العين كما قال صلى الله عليه وسلم، رأي العين أنا أنت تراه ماء أبيض، والنهر الآخر أنت تراه نار موقدة، نار تأجج. فإما، يقول صلى الله عليه وسلم، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن النهرين اللذين مع الدجال، النهر اللي فيه ماء أبيض والنهر الآخر الذي فيه نار تأجج، أن النهر الذي فيه ماء أبيض هذا النار في حقيقته هو ليه؟ هو النار. والنهر الآخر الذي تراه رأي العين أنه نار هو في حقيقته ماء إيه؟ ماء بارد. يعني مثلا الدجال يقول لك الذي لا يؤمن به هو يرميه في الإيه؟ الذي لا يؤمن بألوهيته ويؤمن بنبوته التي يدعيها سيرميه في الإيه؟ سيرميه في النار. فالناس يظنون، الناس اللي هم يعني يؤمنون بالدجال يظنون أنه رمي في الإيه؟ في النار، وهو في حقيقة الأمر رمي في الماء الإيه؟ في الماء البارد. والناس الآخرين اللي هم يعني يؤمنون بالدجال وبنبوته أو بألوهيته التي يدعيها يعني خلاص يجعلهم بعيدين عن الايه عن الـ عن الـ عن النار التي يرونها، وربما يرميهم في الايه في الماء، وهو في حقيقة الأمر رماهم في الايه رماهم في النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ليغمض يعني حتى لأنك أنت بتراه نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان يغمض حتى لا ينزعج من الإيه من رؤية الإيه من رؤية النار، لأنك أنت بمجرد ما 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 ما, ما, ما تصل إليه ستجده إيه ماء بارد وليس بالإيه وليس بنار في الحقيقة. وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، يعني في 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 على عينه الظفرة الغليظة يعني جلدة غليظة كده بتغطي الايه تغطي تغشي البصر يعني تعمي البصر. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بين عينيه مكتوب ايه كافر، بين عينيه في 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 منطقة الجبهة مكتوب عليه كلمة ايه كافر هكذا. وهذه الكلمة حتى الإنسان الأمي الذي لا يقرأ يستطيع أن يقرأ هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير ايه وغير كاتب، سواء كان يكتب او ايه او لا يكتب. ويعني من كثرة الأمور التي دارت عن الدجال عليه لعنة الله، الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم خافوا من هذه الفتنة، فأكثروا السؤال عن المسيح الدجال. يعني كلما وجدت الفرصة يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
كما روى ذلك البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا. يقول: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. أنا أكثر واحد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال. قال: وما سؤالك؟ الرسول بيقول: وما سؤالك؟ يعني فيما تريد أن تسأل عن الدجال. قال: يا رسول الله، إنهم يقولون يعني معنى ذلك أن الصحابة لم يجلسوا مع بعضهم بيتحاوروا ويتناقشوا في أمر الدجال. فالمغيرة بن شعبة سمع، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون يا رسول الله معه جبال من خبز ولحم، جبل من الخبز وجبل من الايه من اللحم، مش جبل واحد، ده جبال من الخبز وجبال من الايه وجبال من اللحم، ونهر من ماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو أهون على الله من ذلك. هو أهون يعني هو أضعف وأقل وأخسأ عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض عليه رحمة الله، ومعروف أن القاضي عياض يعني فقيه مغربي من كبار فقهاء المالكية، يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أهون على الله من ذلك، قال: هو أهون على الله، يعني معنى كلام النبي الشرح يعني القاضي عياض يقول هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم، بل إنما جعله ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم، وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. إلى هنا انتهى الكلام. يعني معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، ربما لما يسمعها الإنسان لأول وهلة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن معه إيه؟ نهر من الماء ونهر من النار، أو معه جبال من اللحم وجبال من الخبز. ليس هو هذا ومعنى كلام النبي، وإنما معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن الذي يستمسك بكتاب الله عز وجل ويستمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه الله سبحانه وتعالى على فتنة الدجال فيحذره. إنما الإنسان الكافر وهكذا الذي ينساق مع فتنة الدجال فالأمر بالنسبة له يكون صعبا. وسوف يتحدى الدجال رجل من هذه الأمة، يعني لابد أن يتحداه واحد، ولابد أن يقف له موقف شجاع حتى يعرف الناس على ضلالته ويعرف الناس على فتنته. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم أيضا، واللفظ الذي سنقوله للإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. تخيل بقى الدجال اللي هو بيقول للسماء أمطري فتمطر، للأرض أخرجي نباتك فتنبت، يقتل واحد ويقول له تعالى فيأتي إليه، يحييه الله سبحانه وتعالى ويجعله يأتي إليه، يمر على المكان الخارب ويقول له أخرجي كنوزك فيخرج المكان كنوزه. كل هذه ومعه نهر من الماء ونهر من النار وجبال من اللحم وجبال من الخبز. تخيل بكل هذه الأمور وكل هذه الفتن وكل هذه الابتلاءات يتصدى له واحد من المؤمنين. فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح يعني قوم معهم سلاح، اللي هم الذين حول الدجال، مسالح الدجال يعني قوم معهم سلاح، فيقولون له: أين تعمل؟ يعني إلى أين تريد؟ عارف رأسك أنت رايح فيه؟ أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج يعني حتى لا يريد أن يقول اسمه، يعني تقليلا من شان. أعمد إلى، كما تقول لك يعني كأنك أنت لما تريد أن تقلل من شان إنسان تقول له إيه يا هذا، قلوش يا محمد، ولا تقول له يا هذا تقليلا، فيقول له: أعمد إلى هذا الذي خرج. ولذلك بعض الخلفاء في مرة من المرات لما كان بيطوف حول الكعبة فلم يفسح له الناس، ملك وخليفة ومع ذلك الناس لم يفسحوا له، وجاء واحد من العلماء
الناس يعرفونه ويعرفون قدره، فأفسحوا له ليه؟ فأفسحوا له الطريق. فهذا الخليفة هو يعرف العالم يعني ويعرف قدره، لكن هو يريد أن يقلل من شأنه، فقال لحاشيته: من هذا؟ مع أن العالم معروف، إنما لما تقول له من هذا يعني معنى ذلك أنك أنت تقليلا من شأنه. فصادف أن كان معه أحد الشعراء، وربما كان متنبي، فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرفه العرب والعجم. أنت بتقول من هذا تقليلا من شأنه، لكن كل الناس يعرفون العرب والعجم، حتى البطحاء يعني الصحراء حينما يمشي عليه هذا الرجل تعرفه، تعرف أنه من الإيه؟ من العلماء. هذا الذي أنكرته تعرفه العرب والعجم، وتعرف البطحاء وطأته. فهذا الرجل المؤمن الذي سيتصدى للدجال يقول لحاشاة الدجال: أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ وهم بيقولوا عن الدجال أنه إيه؟ أنه رب، يدعي الألوهية ثم يدعي الربوبية. أو ما هو لما قال لهم أعمد إلى هذا الذي خرج، تقليل واحتقار من شأن، ما لم يقل أذهب إلى ربكم ولا اسمحوا لي أن أصل إليه، لا، فقال له: أو ما تؤمن بربنا؟ يعنون الدجال. فيقول: ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، يعني الله سبحانه وتعالى واحد واحد أحد، إنما هذا كذاب، هذا معنى الكلام، ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. هم المجموعة هذه يقولون لبعضهم اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، عن الدجال، أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني نهاكم أن تقتلوا واحد إلا بعدما تستأذنوا. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، اللي هو الرجل المؤمن هذا الذي تصدى له، قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدجال، هذا ليه؟ هذا الدجال. قال الراوي يعني: فيأمر الدجال به فيشبح، يشبح يعني يمد عليه، على بطنه، يمد على بطنه، فيقول له: أو ما تؤمن بي؟ فيقول له: أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، يؤشر بالمئشار يعني يشق بالإيه؟ بالمنشار، يعني من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. الدجال يعني يقتله بطريقة معينة محددة، ينشره من مفرقه يعني من أعلى رأسه حتى إيه؟ حتى ما بين رجليه، يعني يجعله نصفين. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، وهو قطع قطعتين، هذا الرجل المؤمن يعني. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم قم. فيستوي قائما، فيستوي قائما. ثم يقول له: أتؤمن بي؟ يعني تخيل بعدما يعني نشره بالمنشار ثم استوى قائما، يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنا كنت متأكد أنك أنت الدجال وأنت المسيح الكذاب، والآن ازددت قوة وعقيدة بأنك أنت ليه؟ بأنك أنت الدجال. ثم يقول هذا الرجل المؤمن: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني هذا الأمر الذي عمله معي لا يستطيع أن يفعله مع أحد من الناس بعدي. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، ما بين الرقبة إلى الترقوة، هذه المنطقة التي سيذبحه منها نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. ويريد أن يذبحه هذه المنطقة، الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعلها من الإيه؟ من النحاس، فلا يستطيع أن هو يذبحه من هذا الإيه؟ من هذا المكان. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي به في الجنة.
وهو لم يستطع أن يذبحه فيرمي به. فالناس يظنون لما الحاشية الذين معه يظنون أنه رمي في النار وهو في حقيقة الأمر ألقي به في الجنة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب عند رب العالمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، كلها أمور تدل على عظم هذه الفتنة التي تمر بالناس. وكل الأحاديث التي قلناها إلى الآن أحاديث صحيحة، فيها الأحاديث التي في البخاري، ويعني منها ما هو متفق على صحته، ومنها ما رواه البخاري منفردا، ومنها ما رواه الإمام مسلم منفردا. يعني كلها أحاديث صحيحة، ليست من قبيل الخرافات، وليست من قبيل الأوهام، وليست من قبيل الأساطير والقصص الوهية، وإنما هي أمور عقدية بيؤمن بها المسلم كأنه رآها بعينه، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها. ومعروف من الأمور المسلم بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والدجال يعيث في الأرض كلها إلا مكة والمدينة تحرسهما الملائكة. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج منها كل كافر ومنافق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربما يكون إنسان مستتر بالنفاق ومستتر بالكفر، تعرف يعني الأمور القلبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فترجف المدينة 3 رجفات يعني 3 حزات، فيخرج منها يعني الكفرة والمنافقين الذين الذين يعني يؤمنون بالدجال وبخرافاته وبأساطير. لكن الشاهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن مكة والمدينة لم يدخلهما للدجال عليه لعنة الله. ومن شدة خوف الناس من الدجال يفرون منه، يهربون منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ أين العرب؟ أين العرب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم قليل. هم إيه؟ هم قليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هم قليل، العرب قليل، رغم أن في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، هو الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يوشكن أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. عرف قصعة الكسكس؟ لما تداعى عليها الناس ويجلسون حولها، كذلك الأمم تتداعى على الأمة المسلمة كما يتداعى الأكلة على قصعة الطعام. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم وأنتم يومئذ كثير، ولكنكم أنتم يومئذ كثير. هذا هو الشاهد حتى نعرفه، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يومئذ يومئذ كثير، يعني إذا في فترة من فترات الأمة يكون فيها عدد المسلمين، عدد المسلمين أنتم يومئذ كثير، يكون عدد المسلمين أكبر من عدد الكفر والمشركين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، يقول صلى الله عليه وسلم لما سألته يعني أم شريك، بتقول له: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم هم يومئذ قليل، أو هم قليل. إذا معنى ذلك، لأن في حتى يعني حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا من رواية سيدنا عمرو بن العاص أو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص،
بيخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عند يعني قيام الساعة في طبعا في حديث بيقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الإيه إلا على شرار الناس. بيقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن أن تقوم الساعة والروم يومئذ أكثر. الروم اللي هم إيه اللي هم الأوروبيين بقوا الإيه والأمريكيين. فهذا الحديث بيقوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما سألته أم شريك بتقول له يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم إيه هم قليل العرب يكونون إيه يكونون قليل. ولكثرة التشابه بين اليهود والدجال في الكذب والتعالي على الله تعالى وإذاء المؤمنين فإن كثيرا من أتباعه هم من اليهود. كثيرون من الذين يتبعون الدجال من الايه من اليهود. ما وصلوا اتباع الدجال هيكونون بقى من اليهود ومن النصارى ومن الكفرة ومن المشركين والملاحدة كل بقى من لا يريد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يتبع ليه يتبع الدجال. ما هو تخيل مثلا واحد بوذي بيتبع البوذية زي مثلا اهل الصين مثلا ولا واحد هندوسي بيتبع الهندوسية زي اهل الهند لما يرى الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ويرى الأرض يقول لها أنبتي فتخرج النبات. لما المسيح الدجال يقول له أنا 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 إله هيقول له لا سيتبعه صح ولا لا. إنما لن يكون مع الدجال واحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف أوصافه ويعرف أنه إيه أنه كذاب. لأن كلمة الدجال معناها كثرة الدجل يعني كثرة الإيه الكذب. ويعرف أوصافه من خلال معرفته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يقرأ بين عينيه كلمة كافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل إنسان كاتب وغيره كاتب. ويعصمه الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال بقراءته لفواتح سورة سورة الكهف. يبين معنى ذلك أن المؤمن يزداد يزداد إيمان. ورأينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سقناه من قبل كيف أن هذا الشاب الذي يقتله الدجال ويجعله قطعتين وبعدما يمشي بين القطعتين يقول له قم فيستوي قائما ومع ذلك يقول له أو ما تؤمن بي يعني ألا تؤمن بي على أساس أنني إله وأنني رب. فيقول له ما ازددت فيك إلا إيه إلا بصيرة يعني أنا ازددت يقينا أنك أنت المسيح الإيه المسيح الدجال والمسيح الكذاب. يبقى إذن معنى ذلك أن هناك قوم يزيدهم الله عز وجل إيمانا على إيمانهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يتبع الدجال من يهود أصبهان. تعرفين أصبهان؟ أين تقع أصبهان؟ نعم في نواحي إيران. هي الآن تقريبا يعني مدينة من مدن إيه؟ من مدن إيران. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 من اليهود في هذه المنطقة 70,000 عليهم إيه الطيالسة. كل واحد لابس الطيلسان. الطيلسان يعني زي مثلا بيكون معروف مثلا لفئة معينة أنهم أحبار أو أنهم يعني لهم عمل معين فبيلبسوا هذا الايه هذا الزي. وكل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا تقع أن هذه بتسمى بالايه بالنبوءات يعني الأشياء التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع وستقع فعلا كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أول 10 آيات من سورة الكهف يعصم من فتنة الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر التعوذ من الدجال في صلاته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أمته. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
في الصلاة من الصلوات إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، يعني تعوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكل هذه أحاديث صحيحة رواه الإمام مسلم في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة، يعلمهم هذا الدعاء. الإنسان بعدما يفرغ من التشهد وقبل التسليم، يعني قبل أن يسلم، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا. فتنة المحيا اللي فتن الحياة، يعني فتن الحياة، الإنسان يفتن في عمله فلا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجمعة أو يتكاسل عن صلاة الجمعة، يفتن بأولاده، يفتن بزوجته، يفتن بالمال، دي بتسمى بفتن فتن المحيا، فتن الحياة. فتنة الممات بقى اللي عند احتضار الإنسان على حسب عمل تتنزل عليه ملائكة الرحمة، تتنزل عليه ملائكة العذاب، يكون قبره روضة من رياض الجنة، حفرة من حفر ما بعد القبر، دي كلها بتسمى بفتن بفتن الممات. بس حتى يكون الأمر الكلام يعني واضح أو معناه واضح، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. يعني إذن هذه أمور، هذه أمور أربعة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بها، يستعيذ منها كما قلنا في صلاته، في كل صلاة يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا يحفظها كل مسلم، هي سهلة ويسيرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا المسلم دائما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعظم فتنة تظهر على الأرض منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم للقيامة. وإلى هنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر من الحديث عن فتنة المسيح الدجال، وهي علامة من العلامات الكبرى للساعة. في درسنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي علامة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وكلنا كما نعلم يعني عقيدتنا تقول بأن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، لم يقتل ولم يصلب كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما إيه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لا سيما وطبعا وإحنا يعني في الآن نعيش في 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 مرحلة النطالي، وربما بعض الناس يعني من كثرة الأمور التي حوله يعني يتشكك قليلا في 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 قتل المسيح ولا في صلبه، باعتبار أن كثير يعني كلنا نعيش في 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 دولة غير مسلمة. لكن من المهم دائما أن يتذاكر المسلم أمور عقيدته حتى يثبت عليها وحتى لا يفتتن. نسأل الله سبحانه وتعالى كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعذنا من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.